اول بوست ديالي في انستغرام، لانه بغيت نكمل الحوار والنقاش مع المواطنين وخصوص الشباب منهم، وهذه مناسبة انهم نتلقى منهم الاراء ديالهم والافكار ديالهم ويكون واحد ليشانج ان شاء الله. هذه اليومين كنت في بني ملال، في فورا، في ازيلال، كذلك في دمنات، واليوم في مراكش. كان عندي لقاءات كبيرة مع واحد العدد ديال المواطنين، ولا في الميدان ديال الفلاحة ولا في الميدان يعني ديال السياسة، وكان نقاش وحوار وحقيقة. اوكي، اسمحوا لي الخوت، المهم عندكم باش ديروا هذا اخر جيتي كذب عليكم. بعد اول حاجه يعني قال لك جزار مواطنين في بني ملال وفي ميدلت ولا ما عرف، دابا راه هو في براكش، بغى يتصاب عليه حتى هما يعني يطلعوا لزاكوره، ما بقاش عند الناس الماء. يعني قال لك مغرب اخضر هو اللي كتشد يعني زراعه ديال الدلاح، نشف كاع الاراضي ديال زاكوره وديال طاطا نشفهم، الناس ما بقاش عندهم حتى الماء باش يشربوا، يعني الماء تما ولا غير صالح للشرب بتاتا، يعني ولا الناس خصهم يحفروا عرفتي شحال، خصهم يحفروا بعض شحال من مترو باش يوصلوا الماء وما توصلوش، فهمتي؟ إذا راه ما كاين لا مخطط مغرب أخضر، كاين مخطط مغرب ناشف، يعني الناشف، يعني ما يبقى لكم والو، حتى الماء ديال المو ما بقاش عندكم، يعني ما تبقاو ما تشربوا. يعني ما يصرفش عليكم، هذا همه الوحيد، لا مواطن لا بني ملال لا هذه لا هذه، همه الوحيد هو يوصل رئاسة الحكومة ويدخلها يعني في السي في ديالو. راه قال لك تيدير، قال لك دار أول فيديو ديالو في الانستغرام، فهمتي؟ انستغرام تهضر معاه، واه مغاربة غالبية ما عندوش انستغرام، شحال من واحد عنده انستغرام؟ نقول لي هذاك المواطن اللي دافع عليه واش عنده انستغرام؟ واش عنده بعدا 10 دراهم ديال الماكلة؟ تهضر مع البرجوازية ديال المغرب، أول فيديو في الانستغرام، تماك أصاحبي. وفهمتي؟ وثاني حاجه كما قلت لكم، هذا باغي يدخل هذيك يعني عنوان في لا بيوغرافي ديالو بانه ترأس الحكومه سنه 1921 2021، هذا هو الهم ديالو، ما همو لا مواطن لا والو. حتى دابا راه هو حتى يهز المسؤوليه في هذه الحكومه هذه، ياك وزير هو وتخربيع، ويقول لنا بعدا شنو دار في هذه الحكومه هذه، يقول لي يقول لنا يعني يقول لنا بالارقام يعني شنو حقق في هذه الحكومه هذه والانجازات ديالو، ما كاين والو. اذا كان صادق، فهمتي؟ يهضرنا على دابا، ما يقولش 2021 رد المغرب بحال طوكيو ولا بحال فهمتيني بحال سنغافور، ما يمكنش. واخا تكون عنده ماشي، واخا يكون هو يعني رسول منزل من السماء، ما يديرش القضيه هذه، ما كاينش شي واحد يقد عليها، فهمتي؟ لا كانت شي حاجه يقول لنا دابا اش تيدير في هذه الحكومه هذه، شنو هي الانجازات ديالو، عطينا الارقام والاحصائيات وديك الساعه الله، ماشي يجي يقول لي بدينا 2021 غادي تشوفوا غادي يدير لكم، هذا هو النصب، فهمتي؟ بحال دابا حنا بحال نشريو الحوت في الماء، فهمتي؟ دابا انت تمشي تشري الحوت في الماء، لا ما يمكنش، نقول لكم وحضيو منه، فهمتي؟ وبعدا يقول لنا هذاك 17 مليار ديالو فين مشات، فهمتي؟ 17 مليار فينا هي ديال المحروقات اللي نصب بها على الشعب. يقول لينا فداية، علاش تيحاول هذا ينصب على الشعب ويتهرب يعني من المسؤولية؟ هذا راه اش نقول لكم، إلا وصل هذا الحكومة في 2021 غادي المغاربة يوليو يطيح لهم السراول، فهمتيني؟ غادي المغاربة يعيشوا المجاعة، فهمتي؟ ما يبقاو ما ياكلوا، فهمتي؟ لأن كلشي غيصدروا. المهم تحياتي، الله يعاون.